يلي عكس خط. يلي عكس خط. انت مش وحدك في الخط, حولك الكل يشوفك. كان المفروض ما تغلط, كان المفروض ما تغلط, كان المفروض ما تغلط. يلي عكس خط. يلي عكس خط. لو بقى عندك احساس لف وامشي امشي وانت يلي عكس خط. انتبه من اللي جاي شكله اجيب بسرعة كبيرة والعواقب قاسمة. يلي عاكس خط. يلي عاكس خط. حولك الكل يشوفك. انتبه من اللي جاي عزم. يلي عكس خط. السلام عليكم. الصين في الفترة الأخيرة أطلقت صاروخ فضائي وعدة صواريخ من قبل. آخر الصاروخ آخر تجربة كان هذا الصاروخ. هذا هو القصر السماوي رقم 1 أو بالصينية تيانغونغ 1. صاروخ تجريبي في بداية تنفيذ الصين لمشروعها العملاق بوضع محطة فضائية كاملة في مدار فضائي بحلول عام 2022. كذلك روسيا تمتاز بالصواريخ الحربية, منها كذلك اليابان لها عدة تجارب صاروخية سواء كانت صواريخ استكشافية أو صواريخ حربية. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lift off on the maiden flight of the H-2B rocket and a new cargo ship headed for the International Space Station. أيضا احنا في بلادنا اليمن نصنع صواريخ, بس من هذه صواريخ صوتية أو صودية لا فرق. الميزة في هذا الصواريخ أني ما تطلعش الفضاء زي الأولات, هذا تطلع الفضائح وتطلع الصفراء والحموضة. نناقش موضوع صواريخنا المحلية وفوائدها وأضرارها في هذا الحلقة. القاد في بلادنا هو موضوع يا أخي ندخل هذا, أنا متأكد ما فيش لا شانني ولا شيء. هو موضوع هذا عليك ما جينك الصلاة.
عندنا مزروع عقا. ما بصرف أك تجيلهم بيت الجيران لمن أنا غير خزن لي صاحبي يا الله خادم ناي يا وزير يمعف ما عاد واحد بعدش عملنا نبيه تحت. شفتوا الغا الجماعة بيتصلوا من البيت بدون غداء وهم كيف عندي. أيضا هل تعلمون أن اليمن تستورد مبيدات وسموم من أجل القات بما يعادل 2 مليون لتر سنويا، 2 مليون لتر سنويا من السم والمبيدات. هذا مش من عندي طبعا الإحصائيات ولا هذا من ألفته، هذا منظمات دولية ومنظمة الصحة العالمية أجرت هذا الاستطلاع وهذا البحث. 2 مليون لتر، يعني حسب كم معنا مخزنين يطلع لكل مخزن 2 لتر سم. دبة زي هذا كل مولعي وكل مخزن بيشرب 2 لتر. إسرائيلي ولا داني؟ أخس الأنواعي الإسرائيلي الذي كفي الإسرائيلي. أنا طحن ولا اشتغلنا كم قادر عند لكم في قتل الفلسطينيين. طبعاً هذه المبيدات محرمة دولياً، 90% منها محرمة دولياً للاستخدام. إحنا أحسن قاذ الذي ذي القمس عادوا أسم فيه يعني خلاص. وعاد بعضهم يقول لك ما نغسله، لا ما ينفعش الغسل، يدخل في تركيبة الورق نفسه والشجرة نفسه، حتى ولو غسلته ولو فعلت ملح ولو فعلت مدري نفسه. بيقول لك السموم هذا تصيب الإنسان فقط إذا رشها على في حوشة تصيب عبر الشم وعبر اللمس، يعني حتى لو كانت بعيدة ما بالك لو ما يخزنها ويدخلها لها فمه. أستاذ محمد، أيوه. السم هذا يقوي اللثة ما قصدك؟ بالنسبة للثة ولا الأسنان، بيقول لك اليمنيين يصرفوا 10 مليون
ايش يعمل لنا القى؟ صنعاء قد تصبح العاصمة الأولى في العالم التي تجف مياهها نهائياً. منذ بزوغ الفجر عشرات اليمنيين يأتون إلى هنا حاملين أوعية صفراء اللون للحصول على المياه من خزان خصصه طوغي للفقراء. صنعاء قد تصبح بلا ماء في غضون 10 سنوات. تلك صرخة أطلقها خبراء تحذيرا من مأساة تحدق بالعاصمة اليمنية الآخذة مخزوناتها الجوفية بالنضوب والغافلة سلطاتها عن إدراك حقيقة المشكلة. ولأن الماء يعادل الحياة، فإن العطش إذا ما داهم صنعاء فعلا فقد يحدث تغييرات جوهرية على المدينة الضاربة في عمق التاريخ، كأن يضطر ملايين السكان إلى النزوح منها إلى السهول الساحلية، وربما تتزايد هجرتهم إلى جوارهم الخليجي أو حتى إلى أوروبا، يقول الخبراء. أيضا الماء أصبح الآن كان يحفروا على 200 متر، الآن 450 متر لما لقى الماء، يعني ما عاد باقي إلا شوية ويخزق الأرض من الجهة الثانية، يشرق من اليابان أو يخرج من تايلاند بسبب يدور ماء. في عام واحد تراجعت نسبة المحاصيل والذي منها فائدة ولا يكون يتفاخر بها أمام العالم، البن والقضن والعنب والبرتقال وكذا، الآن تراجعت من أجل القال. لا بد من حل. تحتاجوا شيء ولا حاجة ولا بيبس؟ أيوة يا أستاذ محمد، لو بمحمد مسافر سافر متخزن لا بصبان ما؟ إيه موجب حصل هذا خزن زبتين بب نعم أكتر. أصلا خلنا الرجال يتشلبوا وصنعنا هنا بعقد السعودية كمال الخبر. مع السلامة. إذا مشاهدينا متافل ونواصل. عزم يلي يلي عكس خط. عزم يلي يلي عكس خط. عندنا المخزنين أنواع، مثلا مولعي استيريو في الجهتين. أتكلى صغير أتكلى صغير النوع الثاني هو مولعي عكر. الصنف الثالث هو مولعي عادي. أيضا في أشياء أخرى، بعض عاد في ناس ما يخزن إلا بكيف معين وسيستم معين ونمط معين، ما يطعم القات إلا في هذا الأجل. فمثلا في مولعي ما عجبه يخزن إلا بين الماء مثل هذا. ايضا في موالع اخرى، في ناس ما يدعم القاتل لو معه مرافق مثل هذا. هذا يمكن ما عاد قدر يصير يشتري حليب يبسخ ذو قريب من عنده. ايضا في ناس ما يدعم القاتل لو فوق العربيات هذه اليدويه. وفي ناس لازم في دياوين. ايضا في موالع يرتص رصة ولا حرس الشرف، ما دعموا القاتل لا هكذا. في انواع كثيره وكثيره للموالع. لعلمكم في الفترة الماضية في عهد النظام السابق، لعلمكم راشد وجعني من بعد اللي حبة برمو حبة يا مخرج برمو للجماعة. لعلمكم في الفترة الماضية فالنظام السابق كان مقصود ان الناس يبقوا مخدرين، كان يشجع على زراعة القات، كان الاعلام الرسمي لا يتجرأ ان يتكلم في هذا الموضوع الا بشكل حياة، لانه ما كان في توجيه وتعميم انه لا يتكلموا عن موضوع القات، خلوا الناس على ما هم. لانه يقول لك اذا رب البيت بالطف ضاربه، نسمع كم كان يخزن علي صالح في الاسبوع. جلسة القات انا صراحه يعني موجود، انا اخزن في اليوم ثلاث مرات في الاسبوع ثلاث مرات.
يعني تسمع أدب وشعر واللقاء مع الناس وحكي سياسة، وكل الناس يحكوا في هذا السياسة. إحنا في القات عندنا يمكن أكبر سياسيين في العالم، إحنا نقيم الوضع في أمريكا ونقيم الأوضاع في الصين في شرق آسيا جنوب شرق آسيا في أستراليا، جلسات القات نقيم الأوضاع الديمقراطية الأوضاع الدكتاتورية الأوضاع، نخلي نقرش الحكام نمدح الحكام نسلخهم ولا نخلي بشر في مقايل القات. لكن خلاص هي بعدين تتفرغ من بعد نهاية القات، هذه هي الجعبة راحت في سلة الأمم. ويمكن هذه الكهرباء النووية. وين احنا وذحنا في اسفل القافله؟ وين الشغل هذا اللي من يشتغله؟ والبعض الاخر يقول لك يا اخي ما نفعل. ايوه مثل هذا الطرح يقول لك يا اخي نسير نسكر ولا حشيش؟ القات احسن يعني ضروري يعني قات يا يعني نحشيش ولا نسكر؟ يعني لازم المهلكات ما ينفعش ناكل فواكه؟ ما ينفعش ان احنا كم في ناس من الفواكه بيجلسوا اسابيع عشر ولا يشتري لهم الفواكه توجع الضب فيها مبيدة. في ناس ما يشتري لهم شلفاك. في ناس كم من الأسر ما يخرج عياله يعني مثلا رحلة كم بيجلسوا من الرحلة؟ إذا في فلعيد يخرجهم يوم هذا يفعل لهم لفة للحديقة بسبب أنه مش مشغول. الزلد والفلوس بتروح إلا من أجل القاع. أيضا تفكك أسري بسبب القاع. الأم في وادي متفرضة مخزنة والاب مثلا 5-6 ساعات في بلاد والعيال الله اعلم كيف حالهم وكذا بسبب القاع. حتى الشباب اللي امل البلاد وامل الامه وامل وكل الامل معلقه عليهم الان اصبح للاسف اصبح يتفاخر بالعلاقه الكبيره. لما تشوفهم يقولوا شوفوا على قد فلان بكم خزان، شوفوا على قفله، شوف على يعني اصبح مصدر تفاخر القاد انه خلاص ما عبيه تمشوا بشهادته فلان بشهادته او بمنظره او بثقافته او كذا او بلبسه مش مهم يلبس كيف ما طلع يتفاخروا الان بعلاقيته. العلاقيه تمام هذا. ايضا الاب يدي للاب شوف خزن يا ما ينفع عدو خلي ايش تحادق على رجال دريجل بلقى. بالله عليكم ما هو المستقبل الذي سيشرق علينا ما دامت الطفولة وشبابنا أي إنشاء علاقة وكل هم وكذا طول اليوم تشوفه الذي يشتغل من أجل القات وهذا اللي يخرج يصير من أجل القات ما معه أيتي الله حق القات أصبح هم خلاص ما عاد فيش طموح عندنا ما عاد فيش أمل إنه أش نفكر أش نقع همنا بس إنه نجمع حق القات ولا قد سبر اليوم خلاص البلد هذا تخترب
لابد من عادة النظر بحول. الطالب أيضا أبوه يقول لك خليه يخزن من أجل يذاكر، ما يذاكر إلا بقى. أيضا وقت الاختبار يصير يغشش، ما ينجح إلا بغش. لا عرفنا هو ينجح بقاته وبغش، لا ينجح إلا بتعليم ومذاكرة صح. أيضا في بلدان بيخزنوا، أثيوبيا وفي جنوب أفريقيا وكذا بيخزنوا، بس عندهم هالقات وتخزين أنتم كيف؟ خزن لك اثنين عيادي ما تشوف إيش، ما يأثرش عليه. أيضا ما يمكنش إنه يخزن ويخرج الشارع ويخرج يخزن في البيت، إيش يخرج خلاص يبعد هالقات ويخرج. إحنا تشوف أنا ما شاء الله علينا، العسكري والموظف والسواق والبقالة وكل الشارع كله مخزن، يعني الناس في الدول الأخرى بيخزن في البيت، احنا تشوفوا لا يمشي بعضهم ابو ثلاثه ريسه ما ادري ايش هنا وراسه، هنا راسه هنا راسه وراسه في الوسط. ايضا تشوفهم اذا جاء سايح يدخل المدار من البدايه، العسكر والموظفين والكذا، يخرج يركب تاكس والنت كل مخزن يشوفه يقول هذا مرض خطير، هذا ورم خبيث فيه، او العيد الوطني عندهم هذا عيد وطني كلهم يعمل. فاصبح منظرنا امام العالم لا يلي. قالوا مرة سدس عندنا في اليمن خزن كيف، بيسألوا واحد يقول له الأخ سوداني، قال لا لبناني غامق. فالقات ما شاء الله عليك. أيضا عاد بعض الناس يقول لك نقضي على القات، يقول والله موضوع أنه إحنا نقضي على القات، إيش رأيك بتخزينه؟ يعني كل شيء أصبح تخزين، حتى القضاء على القات يشتيل التخزين. البعض ايضا يقول لك يا اخي بيقضي البضاله، كم بيشغل وفتح بيوت وبيشغل ناس. هل العالم عندهم قات ونسبه البضاله اقل مننا؟ وبعض الدول ما فيهاش بضاله نايم، واحنا 60% بضاله على احنا اصلا. لو 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 ما نقدر اوجدنا لنا بديل، لو ما فيش هذا القات الذي بيشتم في القات، لو ما فيش قات انه اوجد بديل غيره، بس بيقول لك خلاص هذا. يعني كم عسى الله قضى على بضالة هذا القات؟ موضوع القات موضوع كبير كبير وشائك، ولو ندخل فيه يحتاج إلى أكثر من حلقة. بس الكل أنا متأكد أن الكل مقتنع أنه مشكلة في بلاد، حتى اللي بيخزن نفسه بيقول والله يا أخي أهلكنا، ويا أخي والله أنه سبب لنا، لا بنينا لا عمرنا لا اشترينا لا بسبب القات. راتب الموظف بس يذهب أغلب الألقاء. بس تعالوا بنا، مش ضروري اليوم أو غدوة أو بكرة أو كذا نحل القضية، ما نقدر. بس أقل شيء نساعد المواطن والمزارع والحكومة والدولة ومنظمات المجتمع المدني، نوضع خطط مستقبلية لخمس لست سنوات، نحن كيف نوجد بدائل لهذا، كيف نوجد بدائل للمزارع، كيف نوجد للذي بيشتغل فيه، لا ايضا نوجد حدائق للمنتزهات للناس الذي ما لقوش وقت فني قضوه، بيقولوا احنا بيضيع لنا وقت. احنا في عالم، العالم الان اصبح ما بيفكر في مضيعه الوقت، بيقول لك يعني الاشياء والمهمات اكثر من الاوقات، اصبح الان يستغلوا الدقيقه والثانيه، اصبحوا حتى هو فوق الباص او كذا يستغل الثانيه، واحنا بنضيعها يعني ايش نضيع وقت. تعالوا بنا جميعا نفكر في حل لهذه الآفة في بلادنا، آفة على اقتصادنا، آفة على نظرة الناس لنا، آفة على صحتنا، على مجتمعنا، آفة على كل شيء. تعالوا بنا نحل هذه القضية، وما حك جلدك مثل ظفرك. لا ننتظرش للعالم انه يجي يحل لنا هذا المشكلة. البلاد كتشوين بقرات بقرات البلاد انا قلت لك عقد صح، لا تجيش مبقرات بعد الجماعي والله ما عاجل ما قال ما قال فيه شويه ما قال شويه ترى الكل بالله انا وانا ما بعرف اشفي بعرفه خمس اشفي يا سمح الله والله قال حكم شويه مبقرات وذره وشيفين 1005 حكم ايه ما جينا تبطونه حق ابو 1005 1005 الله احمد خلاص نلتقي غدا. يلي يلي عكس خط.
بيندم مش وحدك بالخط حولك الكل يشوفك كان المفروض ما تغلط كان المفروض ما تغلط كان المفروض ما تغلط يلي 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 عاكس خط يلي 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 عاكس خط لو بقى عندك إحساس لف وامشي امشي وانت صدري انتبه من اللي جاي شكله أجيب سرعة كبيرة والعواقب قاسمة يلي 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 عاكس خط يلي 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 عاكس خط يا طاع راجع نفسك ركز وافهم درسك يا لي تجمع حسك حتى لا تتخطى حولك الكل يشوفك يا عاكس انتبه من اللي جاي عزم يلي يلي عاكس خط